سبب شايف الشيخ مظهر شاهين ما جاش جمعة النهاردة ليه؟ اولا الشيخ مظهر شاهين ملوش ان هو يخطب الجمعة في منصة التحرير. تمام. ده راجل ليه مكتوب رسمي عمر مكرم. تمام. القضية الثانية انا الخطيب في ميدان التحرير حاليا وانا اللي داعي الكلية المليونية النهاردة وانا اللي اعلنت ان اخطب الجمعة النهاردة وسميتها جمعة الوداع وواجبنا نحو الحاكم. يعني ده اخر جمعه في الميدان عشان تلتقي الاوضاع وهو جدا نحو الحاكم. يعني ايه المطلوب مننا نحو الحاكم؟ السمع والطاعه والاعانه. كنت فكنت انا اللي